السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا الدرس. إن شاء الله راح يكون عبارة عن كراش كورس، نوعا ما مختلف عن الدورات اللي أخذناها في السابق التي تتكون من عدة فيديوهات كسلسلة، وهي كتجربة نوع من التغيير، أن نأخذ معلومات في فيديو واحد يكون في خلال ساعة أو أقل من ساعة إن شاء الله. طبعا نريد أخذ الفيدباك منكم إذا كان هذه الفيديوهات اللي تحبون تروها في هذه القناة، أو نستخدم طبعا هي اللي هو السلسلة، ولكن أحيانا يعتمد على نوع الكورس. إذا كان الكورس كبير جدا ويحتاج إلى تقسيم، فراح نقسمه إن شاء الله مثل ما شفنا في الكورسات الماضية. Vue.js هو عبارة عن إطار للجافا سكريبت، يستخدم يعني في الفرونت إند ديفلوبمنت، في البيئة الأمامية للتطوير، وهو يعني فريم جدا قوي ومشهور، وأيضا يعمل بشكل جيد مع إطار لارافال، هو إطار PHP. ومعايا طبعا في القناة كورسات عن موضوع اللي هو لارافال. ان شاء الله ربما نعمل دمج بين هذا الكورس وبين موضوع الـ API، لان بعض الشباب طلبوا ان تكون هناك كورس بين الربط بين Vue.js وبين لارافال. فهذا الكورس ان شاء الله يكون عملية يعني هي البداية، ثم نعمل طبعا باك اند عن طريق لارافال في كورس مختلف، وراح نربط ان شاء الله المعلومات بحيث انه يكون ان الفرونت اند بالVue.js والباك اند عبارة عن لارافال. مثل ما شايفين ان شاء الله هنا، طبعا هذا هو موقع الرسمي لارافال. راح نقوم بعمل قائمة أو ليست هنا مثل ما واضحة، عبارة عن تاسكس، وراح ناخذ فيها طبعا بعض الأكشنز، على سبيل المثال كومبليت أو انكومبليت، يعني تكملة هذا التاسك، وممكن أيضا ناخذ عملية الحذف، وأيضا إضافة تاسك جديد. تاسك جديد مثل ما شايفين هنا في هذا في الموقع. فان شاء الله راح يكون الكورس، طبعا ما راح ندخل في تفاصيل في فيو جي اس، لان معي كورس ثاني انا طبعا اتكلم عن فيو جي اس كبدايه، ولكن راح نتكلم عن تنصيب، انواع التنصيب طبعا المتواجده. راح نركز على فيو سي ال اي، هو طبعا مشهور جدا استخدام اللي هو يعمل لك ابلكيشن متكامله عن طريق الكوماند لاين، وراح نشوف طبعا الطريقه التقليديه عن طريق السي دي ان. خليكم متابعين بعد هذا الفاصل. ما تكلمنا في المقدمة، هناك عدة طرق لتخزين Vue.js، سواء عن طريق CDN هو الوصلة، أو عن طريق طبعا الانستليشن بال NPM، أو عن طريق أيضا اللي هو الخيار الثالث هو Vue CLI، وهي عبارة عن تول أو أداة تساعدنا في بناء موقع يحتوي على معظم الملفات أو معظم الملفات الرئيسية التي تستخدم في العادة في أي مشروع، كسبيل المثال Front End Application. ففي موقع Vue.js طبعا لما نذهب الى الموقع الرئيسي، نذهب الى Get Started، في طبعا شرح كامل عن موضوع اللي هو Vue.js Library وتفاصيلها من ناحية التمبلتس والانبوتس وما شابه ذلك. طبعا في التخزين ممكن طبعا تعمل كوبي لهذا اللينك اللي هو السكريبت. انا عملت ملف بسيط حاليا في HTML، ملف فارغ لا يوجد فيه اي شيء. هعمل طبعا هنا سكريبت بهذه الطريقة، انا اجيب السكريبت، ممكن هنا نكتب كمقدمة مثلا h1 learn أو install Vue.js via CDN، يعني راح نستخدم طريقة CDN. بعد أنا ما جبت طبعا هذا library المكتبة، بإمكاني الآن أعمل طبعا اللي هو script tag، نكتب script tag ونكتب طبعا هنا اللي هو let app equal new أو new view كobject، بعدين نعطيها العناصر اللي احنا راح نحتاجها. منها العنصر الاول هو يكون عبارة عن element، العنصر اللي موجود في ال HTML راح يكون عبارة عن app، راح اعمل هنا عنصر اسمه app بهذه الطريقة، يكون في اللي هو HTML اللي انا راح احتاجه واضيف اللي هو ال HTML، يعني بمعنى انه يكون يتعرف على الجافا سكريبت داخل هذا ال ID، داخل هذا ال ID اللي هو div ID app. انا عملت له هنا لينك مع الانستنس او اللي هو الفيو جي اس، وهنا عملت طبعا جذب للمكتبه عن طريق سي دي ان لينك. فاول عنصر هو الاليمنت، بعد ذلك عنصر ثاني اللي هو الداتا، الداتا بعد ذلك نكتب هنا ريتين، استرجع لي طبعا كاوبجكت، ممكن نكتب مسج رساله هلو فروم فيو جي اس.
داخل هذه الرسالة بإمكاني أنا أكتب هنا طبعا باراجراف وأستدعي طبعا بهذه الطريقة، أعمل اللي هو الكارلي بريسز دبل كارلي بريسز، ونكتب طبعا الفاريبل اللي حطيناه هو الرسالة، بمعنى أنا كأني أعمل جذب لهذا العنصر اللي هو البي باراجراف وأدخل فيه هذه الرسالة عن طريق طبعا البيو جي اس. هذه كبس يعني شيء بسيط. بعد ذلك ممكن اعمل رايت كليك افتح في البراوزر ونشوف طبعا وصله، نشوف اذا اشتغل معي او لا. اللي واضح انه طبعا لو تلاحظ هنا، لو نلاحظ اسبكت عشان تكون الصوره واضحه، هنا طبعا هو الاتش 1 اللي موجود في الباراجراف، هنا اتش 3، وهنا معي طبعا الفاريبلز اخذ من طبعا هو الفيو انستنس، هنا الفاريبل اللي هو من داخل الديتا. الديتا تحتوي على البيانات، مثلا على سبيل المثال عبارة عن objects، عبارة عن arrays وما شابه ذلك. طبعا تحتوي على عدة أقسام راح نشوف إن شاء الله، اللي هو الـ instance نفسها تحتوي على أشياء مثل هو اللي هو الاسم element والديتا من أهم الأشياء، أيضا تحتوي على components راح نشوفهم خلال الدرس إن شاء الله اليوم، وأيضا تحتوي على methods وهي عبارة عن functions اللي أنت تحتاجهن في طبعا تصميم الصفحة. على سبيل المثال إذا كان هو عبارة عن input أو button، لما يعمل كليك على البوتن تتعمل method راح نضيفها داخل instance. لكن قبل لا نروح إلى موضوع اللي هو CLI أو view CLI، أحب أوضح شيء معين داخل كروم وهي أداة مهمة تسمى اللي هو view tools. هنا لو تلاحظ أنا معي مخزن view تعطينا طبعا كأنها قراءة للview object اللي موجودة معي في هذه الصفحة. على سبيل المثال هي تكون data، داخل الديتا الحين حاليا هي اللي هو hello from message، مثلا hello from vue.js. بإمكاني حتى أنا أغير التكست هنا hello from vue.js، مثلا in browser. هذا جدا مهم، لو لاحظ هنا تغير معاي، مهم حتى في عملة trouble shooting أثناء البرمجة. إذا صار عندك أي خطأ بإمكانك تعرف المشكلة عن طريق التولز. هذا عبارة عن كروم تول، ممكن نكتب في جوجل كروم tools view tools او كروم اكستنشن، عفوا اكستنشن view tools. لما نضغط على هذا اللينك الوصله الاولى بامكاننا نخزنها. طبعا حاليا انا معي مخزنه لذلك يطلع معي ريموف فروم كروم. فلما تخزن معك طبعا في سيتنج معين لازم تسويه او تعمله داخل عفوا هذه الصفحه. لما تذهب الى الكروم في خصائص الكروم، عفوا في المينيو كروم مينيو، ايش ما تطلع معي كروم مينيو، المفروض هنا اشوف الكروم مينيو، اين المينيو، اين المينيو، كانت معي طبعا ابديت في الكروم لذلك كانت مختفيه هي علامه الانستليشن او علامه المينيو. نذهب الى المينيو ثم نذهب الى السيتنجز، أو عفوا نذهب إلى extension more tools extension، ضروري جدا نذهب إلى tools details ونعمل طبعا enable لي allow access file url. يعني بإمكانك تعمل اللي هو enable حل هذا التول في الفايلات المستخدمة والملفات المستخدمة في الكمبيوتر. إذا ما عملت enable هنا في الملفات اللي تكون في الكمبيوتر راح تشوف هذه الايكون اللي هي grid out، يعني لونها رصاصي وما راح تشوف تفاصيل view js. طبعا هذه هي الطريقة الاولى للتخزين view js عن طريق cdn، مثل ما شفنا في هذا الملف هنا بكل بساطة أنا نستدعي الملف للscript عن طريق cdn، او نعمل download لهذا الملف ونضيفه معانا local، نعمل له طبعا mapping، ثم نعمل طبعا اللي هو div عبارة عن div item اللي راح نعمل له point او pointer داخل view instance هنا عن طريق ال l EL وها app، ثم نضيف البيانات اللي نريدها سواء هو عبارة عن array أو عبارة عن data. تفاصيل طبعا موجودة هنا في موقع Vue.js، هي التخزين، طريقة التخزين، كيف تعمل طبعا الديف مثل ما عملنا نحن هنا، موجودة طبعا والشرح مفصل هنا. الآن ننتقل للطريقة الثانية وهي طريقة عن طريق اللي هو Vue.cli tool، وهي من أشهر الطرق المستخدمة. هي عبارة عن بناء يسمى scaffolding files، يعني يعمل لك كل الملفات اللي تحتاجهن عن طريق ال npm installation. اول خطوه لازم نتاكد ان ال npm معك مخزن نود جي اس، عفوا النود وال npm مخزن معك في الكمبيوتر. طبعا ممكن تشيك عن طريق اللي هو الكوماند لاين، ممكن نكتب في الكوماند لاين مثلا clear، ممكن تكتب npm
حيث نتأكد أن NPM عفوا NPM NPM minus V راح يعطيني طبعا اللي هو الـ version أو النسخة، وأيضا ممكن تكتب node minus V نتأكد أن node مخزن معك. ثم طبعا نبدأ بعملية الانستليشن مثل ما مشروحة هنا في هذا الموقع. وعملية تخزين الـ View CLI جدا سهلة. هي أول خطوة هو عبارة عن install اللي هو الباكج المسؤول عن الـ View CLI globally في الكمبيوتر معك، globally يعني بشكل عام، بحيث أنه ممكن تعمل بعد ذلك إنشاء لأي مشروع لـ View عن طريق يعني من أي مكان في الكمبيوتر معك. راح تعمل كوبي لهذا الكوماند اللي هو npm install minus g يعني globally في كل الكمبيوتر، بعد ذلك اللي هو add view backslash cli. طبعا انا عملت run لهذا الكوماند، ممكنك تعمل run مجرد يعني ما يخلص انتهى من هذا الكوماند لاين يعني يكون الفيو cli جاهز معك في الكمبيوتر. بعد ذلك تقوم بانشاء مشروع عن طريق view create او اسم المشروع، فراح نعمل هنا طبعا داخل اي فولدر انت تريد تعمل فيه المشاريع الفيو، ممكن تعمل هو فيو. اول شيء ممكن نعمل فيو كرييت يعني انشاء، ثم نقوم بعمل هو اسم المشروع راح نسميه فيو سي ال اي او داش سي ال اي. يبدا طبعا عمليه الانستليشن، راح يسالك بعض الاسئله عن طريق مسات هو البريسيتس، نستخدم الاروكي، ممكن تستخدم اللي هو المانيوال بحيث انت تحدد الخصائص اللي تريدها. طبعا الخصائص اللي موجوده داخل فيو جي سي ال اي هي مثل عمليه الراوتينج للصفحات، عمليه كيفيه عمل اللي هو الكومبايل للاسيتس، وفي اشياء خيارات اخرى. راح نبدا بالديفولت اللي هو نستخدم اللي هو البابل واي سي اي سي لنت. راح يقوم بعمليه تخزين اللي هو راح يستدعي اللايبريز والباكجز اللي نحتاجهم في المشروع، وبعد ذلك بنفتح الموقع المشروع عن طريق اي اديتر. انا راح استخدم هو في كود، في اس كود، فيجوال كود، مايكروسوفت فيجوال كود. ممكن تستخدم اي اديتر تستخدمه مثل سبلايم تكست او اتوم او اي كود اديتر. وبعد الانتهاء طبعا خزن كل الباكجز او الملفات او المكتبات اللي يحتاجها المشروع. راح يكتب لك طبعا سي دي فيو سي ال اي اسم المشروع، سي ندخل داخل الفولدر اللي عملنا سي ال اي، ثم نعمل npm run serve npm run serve لتشغيل المشروع، يعني يعمل كومبايل للاسيتس والجافا سكريبتس، وبعد ذلك يعمل لك صفحه مثل السيرفر داخل الكمبيوتر بحيث تقدر تستطيع ان تذهب الى هذه الوصله وتفتح المشروع. هذا الاب موجوده حاليا على هذا الموقع، ممكن نعمل لك كوبي تذهب الى اي صفحه سبيل المثال هنا تفتح المشروع. طبعا هذه الصفحة هي اللي موجودة تكون أساسية كتمبلت من فيو سي ال اي. الآن نفتح المشروع، راح أوقف الرننج عن طريق كنترول سي يس، راح أفتحها عن طريق كود مثلا. إذا عندك كود ممكن تذهب إلى كود فيجوال كود عفوا، تفتح المشروع من هنا عن طريق له أوبن فولدر، وإذا كان معك مخزن اللي هو الباث ككوماند لاين ممكن تعمل كود دوت ويفتح لك طبعا المشروع كامل داخل هذا الفيجوال كود. ممكن تذهب ايضا مثل ما تكلمنا open file folder وتفتح المشروع من هنا او عن طريق اللي هو الباث اللي موجودة داخل الكمبيوتر معك اذا مخزن. فبداية نفهم اول شيء الملفات الاساسية او كيف يعني يشتغل معنا هذا الفايل او المشروع، الصفحة الرئيسية كيف يعمل compile assets. بعد ذلك نذهب إلى الخطوة اللي بعدها، فنذهب الآن إلى المشروع. طبعا الملفات أول شيء عندنا النود فولدر، نود موديلز فولدر، هو يعتمد على كل الباكجز اللي تخزن معاي، حتى لو أنت ضفت باكج جديد راح يخزنها النود موديلز. الببليك فولدر هو فيه الاندكس بيج اللي هي أول صفحة تشتغل، لكن كيف يعمل الفيو لود داخل هذه الصفحة؟ هو عن طريق هذا هو الاليمنت مثل ما شفنا في الانستليشن عن طريق السي دي ان احنا ضفنا بشكل يدوي هي للديف مثلا اي دي اب، فهنا ضاف لك الاب، فراح يعمل انجكت لكل الفيو كومبوننتس او الاجزاء اللي تسمى الكومبوننتس او الاجزاء للفيو داخل هذا الاي دي. في البدايه تكون عن طريق طبعا السورس في الملفات اللي هو في الاسيتس
اسيتس مثل الكومبوننتس اللي راح اتكلم عنها، هي الاجزاء اللي انت يتكون منها المشروع. عندك هو الاب دوت فيو، هي الصفحه الاولى اللي يفتحها، والمين دوت جي اس، هذه الملفات الرئيسيه. المين جي اس هو الاساسي، يعمل امبورت للفيو، بعد ذلك يعمل امبورت للاب اللي هي بتكون عباره عن اب دوت فيو اللي تكلمنا عنها قبل قليل، هي هذا الملف. وبعد ذلك يقوم بانشاء اللي هو الرندرينج داخل الاي دي اب. لو نذكر احنا تكلمنا نحن اللي هو الديف اي دي اب راح يعمل انجكت هنا. فهي الخطوات كانها تبدا من عن طريق المين جي اس، المين دوت او المين دوت جي اس فايل، ينشئ الملفات للفيو، يقوم بادخال اللي هو الاب دوت فيو داخل الاندكس عن طريق هو الاي دي اب. لازم نفهم هذه الخطوات، يعني يبدا من المين جي اس ياخذ الفيو يدخله داخل اندكس اتش تي ام ال. لما نتكلم عن الفيو او الاب دوت فيو، طبعا تتكون من كومبوننتس اللي هي بتكون هنا اللي هي اب دوت فيو، تتكون عن طريق اللي هو كانها ثلاث اجزاء رئيسيه، تتكون من او عفوا بشكل عام اي دوت فيو فايل، اي ملف الفيو يتكون من ثلاث اشياء، هي التمبلت يعني هو عبارة عن الاتش تي ام ال اللي انت تريد تظهره للصفحة، يتكون من السكريبت، وحنا شفنا السكريبت في الدرس الماضي لما نقوم بانشاء مثلا الداتا او انشاء نعمل امبورت لكومبوننت او نقوم بعمل مثلا فاريبلز او ميثودز، كل الاشياء تكون هنا اللوجيك مال جافا سكريبت يكون داخل السكريبتس. والجزء الثالث هو اختياري، طبعا هو عبارة عن ستايل، اذا انت تريد تعمل ستايل معين حق كل الابلكيشن، او ممكن تعمل ستايل لفقط هذا التمبلت. ايش فكرة الكومبوننت؟ هي مثلا على سبيل المثال لو كان عندك انت مشروع يتكون من بوست، يعني يتكون من بوست، بامكانك تعمل البوست نفسه كل بوست عباره عن كومبوننت، بحيث انك يعني بس فقط تجيب البيانات او المعلومات وترسلها لهذا الكومبوننت، وهي تعمل رندر داخل الصفحه وتتكرر على حسب مثلا اللوب. راح نعمل بعض الامثله ان شاء الله هي عن طريق التاسكس في هذا المشروع. طبعا البيانات ممكن ترسل عن طريق في السكريبت عن طريق شيء اسمه البروبس، او ممكن يكون انت داخل الكومبوننت نفسها يكون عن طريق شيء اسمه الداتا، راح نشوفها لما تكون تشتغل عليها راح تكون سهله. لكن افك لازم نكون فاهمين هو كيف عمليته، هو يعني ترتيب الملفات في اللودينج مهم جدا. فنبدا بالمين جو جي اس، يعمل لي طبعا ياخذ هو الاب، الاب تتكون ممكن من كومبوننت او من اكثر من كومبوننت، اللي مثل ما شفنا حاليا هي الاب تتكون من كومبوننت واحده اللي هي هلو وورد، اللي هي هذه هلو وورد. روحنا على هذا الموقع حاليا مثلا لو نلاحظ ان اول شيء يكون الاب يتكون من هذه الصوره. لو انا مسحت مثلا الصوره هذه وعملت مثلا سيف، راح نلاحظ تختفي الصوره من هنا. هل انا وقفت الرننج هنا؟ لازم اعمل رن مره اخرى اوتوماتيكي، نعمل ابديت لان نعمل لما فتحنا اللي هو الفيجوال كود ياخذ وقت لحد ما يعمل رن او يعمل كومبايل الاسيتس. اذا صار اي تغيير في الجافا سكريبت او في السي في على سبيل المثال في السي اس اس راح يعمل، راحت الصوره من عندي. طبعا هو عباره عن هنا لو انا مسحت، طبعا حتى هالحين لو تلاحظوا هو عمل امبورت لهذه اللي هو الكومبوننت. لو انا مسحت كل شيء في هذا الكومبوننت، ايضا لو رحت على الكومبوننت كامل ومسحت كل شيء مثلا على سبيل المثال هنا كتبت مثلا باراجراف هالو فروم هالو كومبوننت، عملت تصير معاي اللي هو الهالو طلع لي هالو فروم كومبوننت، كان انا عملت طبعا هنا. وتلاحظوا الفيو يتكون من هذا الكومبوننت، والكومبوننت انا غيرتها الى فقط تكست. الحين ما علينا من هذا السكوب او الستايل، راح امسح مثلا كل ستايل عادي، راح يكون بشكل بسيط وعباره عن فقط هذا الكومبوننت. طبعا يعمل لود للمسج، والمسج ممكن اضيفه هنا كفاريبل اذا حبيت. لو عملت حتى سيف ما راح يتغير عندي شيء حاليا. ايضا بامكان مثلا على سبيل المثال داخل الفيو نفسها ممكن انا اعمل امسح هذا الكومبوننت، وامسح طبعا استدعاء الكومبوننت من عندي يكون فارغ، واعمل مثلا هنا بيكون اللود مثلا على سبيل المثال هلو هلو فروم مين فيو مثلا من اب فيو، اعمل سيف. في عندي خطا هنا، طبعا الاخطاء راح تظهر معي اللي هو وورد از نوت هالو وورد از نوت ديفايند، هالو وورد از نوت
تليفوني. اوكي الحين خلاص انتهى لنا ومسحتها طلعت. طبعا نعمل ريفرش. ايوه هنا الكومبوننت لازم امسح. طبعا اي كومبوننت نضيفها تعملها طريقتين، هي الامبورت بعد ذلك تضيفها في خاصيه او الاتريبيوت للكومبوننت. فلما مسحتها هنا لما امسحها من الكومبوننت فكان يظهر معي خطا. فالان هالو فروم مين جي اس، فانا اريد اركز على اللوجيك او الترتيب. يبدا من المين يسحب لي الفيو، الفيو فيها عندنا كومبوننت او اكثر، يعملها انجكت داخل اتش تي ام ال. فالاتش تي ام ال الرئيسيه راح تكون هنا. انا راح استخدم طبعا في المشروع معي راح استخدم بوت ستراب، واضيف ممكن اضيف اللي هو السي دي ان للبوت ستراب او اي، راح استخدم طبعا سي دي ان والفونت اسم ايكونز. فراح اضيف اللي هو سي دي ان جيت ستارتد. ممكن تعمل طبعا كومبايل وتستخدم، لكن اسهل طريقه هي عن طريق اللي هو السي دي ان. راح اضيفها معي في الصفحه الرئيسيه لان راح نعمل مشروع مثل ما تكلمنا عن طريق التاسكس. فانا ضفت هنا طبعا اللي هو البوت ستراب، ايضا راح اضيف اللي هو الفونت اسم. فونت اسم اللي هو الفونت اسم هو موقع مشهور جدا استخدم في تصميم او استدعاء الايقونات، جدا مشهور. راح نستخدم ستارت يوزنج فري، اخذ السي دي ان اعمل له كوبي. هو عمليه تهيئه حاليه للمشروع. كنترول بي، ممكن نعمل كوبي بعد اللي هو الجاب اللي هو الحين عملت سيف هوم. ممكن اغير طبعا تايتل، حاليا تايتل هو يو سي ال اي الموقع، ما راح يتغير شيء كثير معي في نلاحظ ربما الستايلز لان ما استخدمت اي ستايل. الاول شيء طبعا في المشروع راح اعمل داخل هذا الكونتينر، لو نلاحظ انه في المين او في الاب دوت جي اس في بعض السيتنج اللي موجود مثل الفونت واللاينز والسنتر. انا راح امسح كل شيء، راح اضيف فقط اللي هو المارجن توب. لو تلاحظ انه رجع على اليسار في طبعا البوت ستراب راح نستخدم بعض الكولومز اللي نحتاجها مثلا ترتيب الروز والكولومز، فراح اضيفها ايضا في المين او في الاتش تي ام ال بيج بحيث انه يكون سهل علي. فاول خطوه راح اعمل كونتينر، هي مسؤوله ان تحط اللاين او التكست يكون في المنتصف. بعد ذلك راح اعمل رو اللي هو خط، وبعد ذلك اتحكم بالكولمز. راح اعمل كولم ميد مثلا 6 و كول سمول، لما يكون سمول اريد يكون 12 هذه الطريقه. بعد ذلك راح اشيل هذا اللاين الى الاعلى اللي هو يكون الاب في النص، يعني بحيث تكون في النص. اعمل سيف، نذهب الى الصفحه اللي نشتغل عليها. سيف هالو فروم سي ال اي كنترول اف 5 المفروض ايوه الحين حاليا يكون معي في النص. ممكن انا اعمل اوفست ايضا اذا حبيت، وعملت هنا مثلا 9 على سبيل المثال يكون ياخذ 10 وحدات او 9 وحدات. في طبعا البوت ستراب يكون معك 12 كولمز تترتبهم على حسب ما تحتاج. انا حاليا عملت مثلا 9، خلينا نشوف 9 كيف يكون يظهر. ليش ما يظهر معي؟ كأن في مشكلة. ربما احتاج اعمل اوفست. اوفست يعني اعمل جذب لليمين او لليمين. ممكن اعمل اوفست اللي هو الام دي لما يكون قياس الشاشة متوسط الى 3. راح امسح سمول حاليا بس راح نشتغل على اللي هو الميديم سايز سكرينز. ممكن تضبطه على حسب المشروع. فالحين الان اعمل لي كأنه راح الى اليمين. اذا احتجنا ان نغير في يعني العرض للفورم اللي راح نشتغل عليها راح نرجع لها. فالان طبعا هذه الخطوه الاولى. الان قبل لا نذهب طبعا لتصميم هذه الصفحه في طريقه اخرى تسمى الفيو اي، حب ان اشرحها ايضا، اللي هي انشاء عن طريق هو الجوي اللي هو يوزر انترفيس. بنفس الطريقه راح اغلق المشروع رننج، اكتب فيو يو اي ويفتح لي طبعا صفحه هي التحكم بالفيو. نفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا عليها بانشاء المشروع عن طريق اللي هو الكوماند لاين، بامكان انشئ مشروع عن طريق الفيو. فالان هذا هو الفيو يو اي اللي هو فيو انترفيس. عندك المشاريع اللي قمت بانشائها عن طريق الفيو، طبعا ما يوجد حاليا مشروع، اضغط على اللي هو كرييت. الان انا في اي فولدر على سبيل المثال في فيو بروجكتس، هنا ممكن اعمل انشاء مشروع. اسم المشروع مثلا ممكن نكتب بروجكت نيم، اسمي فيو
UI project. الباكج راح يكون طبعا هنا الديفولت، ممكن تستخدم الديفولت او الام بي ام او اليارن. اديشنال ما نحتاج اي شيء، ونضغط على نيكست. طبعا نفس الخيارات اللي حصلناها في الكوماند لاين راح نحصلها هنا، الديفولت والمانيوال واللي هو الريموت بريسيتس راح نستخدم هو البابل اي سي لينت. نضغط على كلمه المشروع بنفس الخطوات اللي كنا رحنا وشفناها عن طريق الكوماند لاين، راح نشوفها طبعا في الجوي او عن طريق اللي هو الفيو يو اي. راح ياخذ وقت لحد ما يخزن كل الباكجز. الان يقول لي ان انتهى من طبعا المشروع البروجكت كرييتد، هذا البلجنز اللي شفناها في المشروع معانا. هنا الديبندنسي اللي هو النود اندرسكور موديلز اذا تذكروا، كل اللي موجوده تاخذ المشروع كل الديبندنسيز. هنا الكونفيجريشن طبعا السي فيو سي ال اي سي لنت، وهنا التاسك اللي تعمل مثلا بيلد او سيرف. سيرف لو احنا رحنا على الكوماند لاين على سبيل المثال يعمل كومبايل لكل الاسيتس، يعطينا شكل جميل ايضا بالستيتس او بالحاله. راح اعمل رن راح يوريني ايش الاشياء اللي راح يقوم بها. نفس الخطوات اللي قمناها اللي هو بالكوماند لاين بس عن طريق الجوي، يعطي خصائص منه تكون الشكل بشكل مرئي، وايضا يعطيك بعض الاحصائيات او statistics. فالان اب ريدي. هني طبعا هنا الانالايزر ستوب تاسك، ممكن نوقف الرننج. لو رحنا على الانالايزر او المحلل راح يعطينا طبعا بعض الخصائص او المعلومات. هنا طبعا البيلد الداشبورد حاليا نعمل رننج. اوبن اب نضغط على اوبن اب يفتح لي نفس الطريقه نفس الصفحه اللي شفناها. فانا حبيت يعني طبعا اتكلم عن الفيو فيو يو اي، ما راح استخدمها طبعا او استخدمتها طبعا في الانشاء ثم تذهب الى الكود نفس بنفس الطريقه يعني، بس هي يعني جميل جدا لمانج البروجكتس وما شابه ذلك في يعني عن طريقه هو الجوي. حاليا معي لو رحت على البروجكتس راح تحصلوا معي بروجكت يعني اللي قمت انشاء عن طريق هو الفيو اي. ممكن تعمل طبعا كرييت، ممكن تعمل امبورت، ممكن تشوف الخصائص الاخرى. الحين حبيت ارجع فقط الى المشروع اللي تكلمنا عنه اللي راح نشتغل عليه طبعا عن طريقه هو هذا الابلكيشن هي الفيو سي ال اي. طبعا ضبطنا نحن اللي هو الاندكس، ما راح نحتاج طبعا نرجع للاندكس الا اذا احتجنا نغير فيه الكولمز او في الروز اللي نستخدمناها عن طريق البوت ستراب. راح يكون تركيزنا على هذه الصفحه وعلى الفلو اوف ذا البيانات اللي موجوده هنا. فاول خطوه على سبيل المثال حاليا انا في صفحه اللي هو في صفحه الاب دوت فيو فيو. راح اعمل على سبيل المثال لو انا حبيت اعمل بيانات معينه مثلا على سبيل المثال ديتا مثل ما شفنا، راح احتاج طبعا لازم تعمل اول شيء كوما بين كل كومبوننت او بين كل فيلد وكل فيلد داخل الاكسبورت ديفولت. لازم اعمل طبعا فاصله عشان ما يكون معي اخطاء. راح اعمل ديتا مثل ما شفنا في السي دي ان بنفس الطريقه، افتح الفانكشن للديتا ثم اعمل ريتين. لازم ارجع ريتين داتا اوف اوبجكتس. مثلا نكتب على سبيل المثال تايتل تاسكس اب، هذا العنوان. ثم اقوم باستدعاء التاسكس اب هنا داخل الاب مثلا عن طريق اللي هو اتش 3 تاج اتش تي ام ال بنفس الطريقه اللي شفناها. نعمل هذا الشكل او الكارل بريسز ونكتب اسم الفاريبل اللي احنا استخدمناه هنا، هو بيكون عباره عن تايتل. لو رحنا الان على الصفحه او لازم اعمل رن طبعا ارجع للموقع هنا. انا توقفت هنا عن الرن. انا في فيو سي ال اي حاليا يس، تاكد انا في الموقع الرئيسي. نكتب طبعا هنا اللي هو ان بي ام رن سيرف. دائما يكون تاكد ان الرننج يشتغل معك عشان تتاكد ان اي ابديت تقوم به يتغير معك في هذه الصفحه. طبعا راح ياخذ وقت لحد ما يعمل رننج. بعد ما ينتهي ويعطيك الوصلة للفتح راح تروح على الموقع طبعا، وبتكتب بتكتب طبعا اسم الموقع راح يظهر لك الصفحة، واي تغيير تقوم به راح يكون اوتوماتيكيا كومبايلد. فالان كومبايلد اعمل ريفرش هنا، فراح معي طبعا لو تلاحظوا الفاريبل اللي قمت بانشائه هنا. راح اعمل طبعا ويندوز سلاش عشان تكون صفحات مفتوحة معي هنا مع بعض. راح اعمل كنترول بي لفتح طبعا الصفحه هنا عشان تكون الصوره واضحه. فانا عملت هنا فاريبل سميته تاسكس اب
وطلع معي طبعا هنا بهذه الطريقة. لنفترض أن معي أنا حاليا تاسكس بهذه الطريقة، عبارة عن array في الجافا سكريبت تكون من objects، كل object فيها طبعا راح يكون معي مثلا title اللي هو لي أو البودي لهذا التاسك، مثلا go to bed أو to shop أول تاسك، وراح يكون معاي طريقة اللي هو بوليان هو completed أو لا، يكون false يعني يكون غير مكتمل. راح نلعب في الستايل بعد ذلك عن طريق اللي هو completed و non completed مثل ما شفنا في الديمو. أعمل copy مثلا ثلاثة، go مثلا to barber أو to school barber بعدين go to school. الحين معي حاليا ثلاث تاسكس موجودة عبارة عن array. ايضا احنا لا ننسى ان احنا استخدمنا داخل اللي هو الكروم شيء اسمه اللي هو الفيو تولز، فجدا مفيد في عملية building الابليكيشنز. نفتح طبعا دائما نفتح الفيو، نتأكد انا حاليا في الاب في الروت في الاب، ثم اذهب هنا تحت راح دائما نركز اذا في عندي اي مشكلة تظهر احيانا راح نشوف طبعا ايش البيانات الموجودة داخل الكومبوننت. فحاليا معي انا تاسك عبارة عن array في هذه البيانات موجودة عبارة عن body completed false، فالامور يعني تعمل لود بدون اي مشاكل. ايضا لازم افتح الكونسول دائما يكون معي، احيانا تكون معي اخطاء احتاج اشوف اعمل ترابل شوتينج استفيد طبعا من الكونسول. فراح نرجع من وقت الى اخر الى عمليه بيلدينج الابلكيشن. فانا حاليا اعمل لود هنا، ممكن اعمل طبعا فور لوب داخل فيو جي اس، كل معلومات انا اجيبها هنا طبعا موجوده في موقع اللي هو الفيو جي اس، الموقع موجودة كل شيء موجود هنا، طريق مثلا الفيو او الفي ار اي شيء مثلا الميثودز او اللوبس او اي شيء موجود هنا، او التحكم بالستايلز او بالكلاسز موجود شرح. وايضا معي انا طبعا دورة موجودة في او سلسلة راح اضع اللينك في كل في هذا الفيديو، ممكن تطلع الى بعض الامور اذا ما فهمت. هي نتكلم عن الفيو جي اس بشكل خاص، اما هنا نتكلم عن استخدامها كمشروع بسيط يعني عمل مثلا هو تيست لي او تاسكس ليست. فانا حبيت اوضح ان قبل لا نذهب نستخدم الكومبوننتس راح استخدم فقط الفيو الاب دوت فيو فايل، احنا ما استخدمنا حاليا اي كومبوننت. الكومبوننت هي عباره عن عنصر اللي تريد تكرره او تعيد استخدامه، هو الطريقه الصحيحه لبلد اصلا هذا الابلكيشنز، وتستخدم اعتقد في انجولار وفي رياكت بنفس الكونسبت بنفس النظريه. احنا لو فهمنا مثلا عمل اللي هو الفيو جي اس ممكن نعمل نفهم بشكل اسهل هي الانجولار والرياكت وما شابه من الفريم وركس تتعامل مع الجافا سكريبت. فهنا ممكن اعمل هو يو ال دوت ليست او جروب ليست، هذا عباره عن كلاس موجود في بوتستراب. ممكن بعد ذلك اعمل ال اي هي عباره عن ليست، ممكن اعمل كلاس جروب list item list item. ممكن نعمل هنا اللوب فور لوب، انا راح اكبر هنا عشان يكون معي الصوره واضحه. راح نرجع للموقع، نستخدم ال v4 هو لما تعمل لوب يعني تكرار، تريد تستطيع ان تقرا هذا التاسك مثلا هنا وتعمل كوبي او تعمل برنت لي مثلا التاسك نوعيه التاسك. وراح يكون معي هنا فور تاسك in tasks يعني لكل تاسك موجود في هذا التاسك اعمل لي برنت، اطبع لي طبعا انا التاسك دوت بودي اللي هو هذا العنصر. فلو رحت الان على الموقع راح تلاحظ راح يطبع لي طبعا كل التاسكس اللي موجودة هنا بشكل يعني سهل جدا. ممكن اضيف تاسك هنا اوتوماتيكيا يعني راح يضيف تاسك معين، لو انا اضيف تاسك هنا مثلا go to bed مثلا بيت اعمل سيف راح يتغير مباشره الفيو جي اس، راح تعمل لي ابديت لانه هو رننج في الباك جراوند. لو نلاحظ هنا في لان ما عندنا اي مشاكل، لكن هنا نلاحظ في عندي خطا بسيط، هو كان يطلب هو حاجه اسمها الكي يعني اللي هو العدد اللي غير متكرر. ممكن تعمل كي عباره عن كي انت تجيبه من الداتا بيس اللي موجود هنا كاي دي، او ممكن تعمل طبعا الكي عباره عن مثلا البودي على سبيل المثال. ممكن ان انا اعمل او في طريقه اخرى ان استدعي اللي هو الاندكس لهذا الرو، في طريقه اللي اسمها نكتب الاندكس او التاسك، وايضا الاندكس اللي هو الترتيب
داخل التاسك، وبعد ذلك اعمل بايند. هاي يسمى البايند، الكي هو المفتاح، واضيف البايند عن طريق طبعا اللي هو الاندكس. اعمل سيف، راح يختفي عندي هذا الخطأ. هو مش ضروري، لكن هذا بنحتاجه لما انت تريد تعمل مثلا تعامل مع هذه العناصر اللي موجودة داخل قائمة. على سبيل المثال اريد امسح هذا اللاين من الليست، فراح احتاج احيانا الكي انا ارسله عن طريق هو حاجة اسمها الايفنتس، اللي هي ترسل من الكومبوننت الى البيرنت مثلا على سبيل المثال. راح نشوف مثال عليها. فانا حاليا استخدم، طبعا انا ما استخدمت الا هو الفيو او ملفات الملف الرئيسي. الان راح نتغير الصورة، انا راح استخدم كومبوننت، لان احنا الغرض منها من هذا الدرس ان احنا نتعامل نتعلم كيف التعامل مع الكومبوننت. فاول خطوة راح طبعا معي هو الكومبوننت، راح تحت الكومبوننت راح اعمل ملف جديد اسميه مثلا على سبيل المثال تاسكس دوت فيو. للعلم ايضا الكومبوننت ممكن تكون يعني تكون انهرتد. مثلا ممكن اعمل كومبوننت اوف تاسكس، يعني كل التاسك. ممكن اعمل ايضا داخل التاسك كومبوننت اخر اسمه تاسك واحد، فاعمل طبعا ارسال بيانات من الاب الرئيسية الى التاسك ثم الى التاسك وهكذا. وممكن اعمل طبعا هو الفيوز اللي هو ارسال البيانات عن طريق الايفنتس. وفي شيء اخر داخل فيو جي اس يسمى هو ستيت مانجمنت فيو اكس، هو يتعامل مع البيانات في شكل بشكل مركزي، لكن ما راح نغطي في هذا الدرس. ربما نطور هذا الدرس الى مثلا كيف نستخدم البيانات عن طريق الفيو اكس، عشان ما تكون صورة معقدة. اول نفهم ان الغرض هو نفهمه عبارة عن بناء الكومبوننت الأساسية. راح نستخدم طبعا هنا، ممكن اعمل داخل فيو جي اس او داخل اللي هو الفيجوال ستوديو في حي اسمه سكافولد، يعمل لك بناء، يعني مثلا تمبلت او سكريبت وستايل، او ممكن تكتبها انت وحدك. يعني ممكن تكتبها تمبلت، تبني تمبلت، بعد ذلك يكون سكريبت، سكريبت بعد ذلك يكون اللي هو الستايل اللي تحتاج ستايل اذا تحتاج. طبعا ستايل ما تحتاج يكون مش ضروري. ستايل ايش ما يعمل ستايل، ستايل ستايل انا في خطا معي. ايش الخطا اللي هنا ظاهر؟ declaration or statement expected. اوكي سكريبت هنا خطا، سكريبت اوكي. فالان عملت طبعا هذا الملف. طبعا اذا ما ظهر معك الالوان في الفيو جي اس معناته انه انت ما خزنت بلجن اسمه فيتشر اعتقد اسمه. ممكن تخزن هذا معك، تعمل له بحث وتعمل طبعا تخزين. انا معي حاليا بديت، اعتقد يحتاج ريلود ريكوايرد، ما راح استخدم ما راح اعمل ريلود، هو اعاده تشغيل. فاعتقد ان الفيو الفيجوال ستوديو هذا الابلكيشن لما تفتح طبعا هذا الملف راح يعطيك هنا بوب اب خيار ان تتخزن هذا الفيو اكس او الفيو ايش اسمه ايش البلجنز فيتشر، اللي هو يعني يعمل لك الوان يتعرف على الستايل الفيو جي اس اذا حبيت طبعا. فانا معي الحين التاسك هنا، ممكن نكتب داخل التاسك اول شيء لازم يكون معي ديف لازم يكون معي ديف واحد داخل التمبلتس بحيث انه يحتوي كل العناصر اللي موجوده داخل التمبلت. فممكن نكتب هنا تاسكس بي باراجراف تاسكس كومبوننت ما راح يكون فيها اي بيانات، راح اضيفها طبعا داخل الاب عن طريق اللي هو الامبورت. اكتب امبورت تاسكس فروم، هنا يكون عبارة عن كومبوننت. ممكن نستخدم هو الات، او بامكاني اضيف اللي هو الات اختصار يودينا على السورس فولدر. هنا سورس فولدر ثم كومبوننتس، بعد ذلك نضيف اللي هو التاسكس. ايضا نريد نضيف تاسك في الكومبوننتس لان احنا ضفنا هالو وورد هنا. الان نريد نضيف اللي هو التاسك اللي عملنا الكرييشن، ثم نقوم بارساله الى الكومبوننت من البيرنت. نحن الان في البيرنت اللي هو الاساسي، ثم نرسله الى التاسكس عن طريق طبعا اللي هو بيكون الهيدر او
هذا الاتريبيوت يسمى تاسكس اللي هو بالكومبوننتس. نغلق التاسكس بهذه الطريقه، لكن في التاسك لا يوجد عندي اي شيء انا اريد استقبله عن طريق اللي هو البيرنتس او الاب لهذه الكومبوننت. فراح اضيف الخاصيه اللي هي بتكون عباره عن بروبس، تكلمنا عنها. بروبس بتكون عباره عن تاسكس نستقبلها ونحطها تكون تاسكس تكون عباره عن نل. اريد ان استقبلها، اريد استقبلها من البيرنت. بعد ذلك لارسال هذا التاسك لازم اعمل اللي هو البايندينج تاسكس، يعني يكون البروبرتيز او البروبس اللي موجوده في الكومبوننت اسمها تاسكس راح تساوي التاسكس اللي معي انا في الداتا. راح تكون هنا بتكون معي تاسكس، بمعنى انا ارسل التاسك من هنا عن طريق البروبس اللي هي تاسك، والتاسك تستقبلها هنا عن طريق البروبس حاليا بهذه الطريقه. لو انا عملت ريفرش الان عشان نتاكد ما في اخطاء معانا، وايضا نذهب الى الفيو نتاكد ان البيانات انتقلت من هي حاليا التاسكس موجوده هنا. نذهب الى التاسك كومبوننت نتاكد ان البروبس واللي هي موجوده البروبس هنا معانا هي عباره عن تاسك واستلمت البيانات من البيرنتس بهذه الطريقه. فنحن راح نعمل هنا بعض التعديلات ك HTML. راح نستخدم هو البي كارد دوت كارد في بوتستراب. بعد ذلك راح نعمل مارجن بوتن 1. راح اعمل تكست ليفت الى اليسار. بعد ذلك راح اعمل طبعا هي الليست اللي شفناها قبل قليل اللي هي الليست دوت ليست جروب، وبيكون الاي دوت ليست جروب ايتم اللي هي طبعا اللي هي القائمة. داخل القائمة راح يكون فيها اللوب داخل القائمة، وممكن احنا نكرر حتى اللوب اللي داخل قبل اللوب راح نعمل ديف رئيسي بحيث نعمل بعض الستايلينج اذا حبينا. وراح نستخدم اللي هو v4 مثل ما شفنا، بيكون عبارة عن تاسك واندكس. راح احتاج الاندكس مثل ما شفنا عملية المسح والابديت ان تاسكس اللي هي البروبس اللي جاية من المين. ثم اعمل طبعا هنا اللي هو الكي المفتاح عشان عدم التكرار او يطلب منها الفيو جي اس عبارة عن اندكس. اوكي، فالان معي طبعا ال اي، وبامكاني طبعا هنا اكتب ال اي. احنا عاملين بعض الكلاسز بحيث ان نعمل هي سالفة الكومبليتد وانكومبليتد. فراح اعمل طبعا هنا دف فقط للتوضيح، فقط هنا حاليا راح اعمل دف داخله راح يكون تاسك دوت بادي. نتاكد فقط انه يشتغل يعني بطريقه صحيحه. لما نذهب الان راح تلاحظوا ان معي طبعا اللي هو كل التاسك موجوده داخل هذا الكارد. راح اعمل كوبي لبعض الستايلز اللي راح نحتاجهن بعد ذلك. لا ما راح احتاج الحين، بعد قليل. فمعي طبعا التاسكس حاليا كومبليتد ونون كومبليتد. راح اعمل كوبي لبعض الايكونز، او ممكن نعمل هنا ديف ثاني نسميه ايكونز. ديف ايكونز هي عملية اللي هي مثل ما تكلمنا احنا راح يكون في ديليتد او اللي هي عملية المسح. اعمل كوبي لكلاس معين من ال اي كلاس، راح يكون عبارة عن اف اي اس اف اي تشيك. هذا موجود طبعا موجود في فونت اسم سوري سيركل ايكونز. والايكون الثاني راح يكون كلاس اف اي اس اف اي تراش المسح داش اي ال تي، ثم مارجن ليفت 3 اللي هو بوتستراب. راح نشوف كيف يظهر معي في الصفحة. الحين ظهر معي على طبعا على اليسار او تحت، انا اريد اضيفه طبعا تحت. فراح اضيف بعض الستايلز اللي هي مثلا كومبليتد. اروح في الستايل نتكلم عن الستايل، ممكن نضيف اي شيء يعني كاستمايز. ممكن هنخليه سكوبت يعني يكون فقط في هذا الكومبوننت. بضيف طبعا تو كلاسز، هذا عشان يكون جرين يكون تكست كريشن يعني لما يكون كومبليتد
راح يكون عبارة عن أنه كأنه يعني عليه خط يكون لونه أخضر، ويكون list group item راح يكون display flex، والcontent راح يكون space between يعني يوزعهن على بعضهن. يعني هنا ضفنا أنه يكون flex ويوزعهن في النص بحيث أنه يكون المفروض أنه يكون يظهرن على اليسار على اليمين عفوا، عشان تكون الصورة واضحة أجمل يعني كستايل فقط. أعتقد نريد نضيف هنا completed في فالآن مثل ما شفنا الحين حاليا طبعا ما في اي انتراكشن، ما في اي بوتنز، ما في اي شيء داخل هذا الاب. فنبدا نشتغل على موضوع اللي هو الايفنتس، لكن قبل ذلك قبل ان نعمل ديليت او اند ديليت احب نذهب الى المين ون الصفحه الرئيسيه. راح نضيف الان لو نفترض انا اريد اضيف فقط هنا مثلا على سبيل المثال تاسك جديد، فكيف نعمل اضافه؟ طبعا احنا تكلمنا عن طريق الميثودز، ممكن نضيف اللي هو اي شيء نحن نريده. فاول خطوه طبعا راح اهيئ هذه الصفحه انها تكون فيها بوتن، فراح يكون انبوت تكست عادي ما راح احتاج الى نيم ولا عباره عن تكست. في البوتستراب في كلاس اسمه كلاس ايكوال عفوا بيكون عباره عن كلاس فورم كنترول ومارجن بوتوم 2-2، وراح يكون معي بوتون عشان نعملها كليك ات. ممكن نعمل في اون كليك ولا ممكن نكتب اون كليك، ممكن نكتب ات. في لو رحنا على مثلا سبيل المثال اللي هو الفيو موقع الفيو ناخذ اللي هو موضوع الكليك لسنر كليك ولا ات كليك. افتح الصفحة بشكل كامل، ممكن نكتب كليك اون كليك في اون كليك، ممكن نضيف في اون كليك هذه الطريقة في اون اللي هو الايفنت. بعد ذلك راح نكتب اللي هو اسم الايفنت مثلا اد نيو تاسك. لازم تكون هذا المثل ديفايند. هنا ممكن نكتب اد نيو تاسك، ممكن طبعا نغير الكلاس او اللون هذا البوتن لتكون btn/success اللي هو طبعا هذا عبارة عن كلاس موجود في بوتستراب للازرار. اعمل refresh فيظهر معي بهذه الطريقة. ممكن اغير طبعا نضيف كلاس اخر اسمه btn block بحيث يعمل لي full width يعني يكون العرض متكامل. فمعي طبعا هنا الان انا لازم اضغط طبعا اخلي هذا الموضوع ان انا استطيع اضيف طبعا كلاس، فلازم اعمل بايندينج يعني ربط بين هذا البوتن بين هذا الانبوت بين فاريبل ثاني نكتبه داخل الداتا. احتاج مثلا فاريبل اسمه نيو تاسك ايكوال نل فاضي، وفي حاجه اسمها اللي هو في موديل. في موديل هي تربط لي طبعا هذا العنصر مع الانبوت في موديل اللي هو نيو تاسك. لو انا رحت الان على طبعا الصفحة عملت ريفرش افتح طبعا الاب، عندي هنا لو تلاحظوا ان النيو تاسك فاضي نل. مجرد ما ابدا اكتب المفروض ان هنا طبعا يعمل لي تعديل. نرجع هنا لو تلاحظوا انه يتغير معي هنا النيو تاسك، فمعناته في بايندينج في ربط بين هذا العنصر وهذا العنصر بامكاني ان اضيفها في الليست لما يعمل كليك. فهو لما يعمل كليك حاليا في ميثود اسمها او فانكشن اسمها اد نيو تاسك ما موجوده. فأول خطوة طبعا نضيفها تحت الداتا، نعمل طبعا هي الكوما نكتب اللي هو methods عبارة عن كل الفانكشنز اللي احتاجهن عبارة عن object عفوا كل الميثودز نكون هنا نرفع للأعلى console.log نتأكد ان add new task نتأكد ان الفانكشن تشتغل او تعمل معي بطريقة صحيحة قبل لا اعمل اي شيء. بعمل refresh اعمل مثلا نكتب اي شيء نروح على console add new task فيعمل الكليك يعني الكليك شغال معي بطريقة صحيحة. الان فقط اضافة هذا داخل الكلاس او داخل التاسكس. ممكن استدعي التاسك هنا، ممكن نكتب this يعني هذا التاسك اللي موجود داخل هذا الفيو كومبوننتس دوت بوش
نستخدم بوش لأنها هي عبارة عن array، ونكتب هي عبارة عن object لأنها كل واحدة عبارة عن body، وعبارة عن body وعبارة عن what completed. راح يكون completed false، البادي راح يكون هو new task this dot new task. فنحن ضفناها الحين حاليا كأوبجكت، مفروض أن لما أضيف أي شيء مثلا على سبيل المثال buy new computer، نكتب هنا new task راح يضيفها معي تحت هنا، وممكن نعمل reset لهذا، نعمل مثلا بعد ما يخلص من الانتهاء من إضافة هذا التاسك، عفوا ممكن هنا نكتب this dot new task equal مثلا null، يعني نريد نخليه أيضا يكون فاضي. لما نكتب أي شيء هنا فتلاحظ أن التكست يكون فاضي. لو نلاحظ أن الإضافة تمت في الآب، لو نركز أنها تمت في الآب، لكن أوتوماتيكيا التاسك أخذت التغييرات. لو نلاحظ هذا عبارة عن ملف آخر وليس الملف الرئيسي، نحن ضفنا في الملف الرئيسي، ضفنا في الكمبون. وهذا البيوتي أباوت يعني البيو جي إس، في تعديل بسيط على الكارد عبارة عن ستايل، أنا ما عملت له كوبي من المين اللي هي بيكون دوت كارد، فقط هو تعديل فقط بسيط على الاب. لما نروح على الاب نذهب الى الكلاس او السكوب، اعمل كارد هو عبارة عن لون فقط ومارج وبادينج، فراح يتغير شكل بهذه الطريقة. انا همسح الملف القديم، فراح نشتغل على هذا الملف حاليا بشكل اخر. الان نقوم بعملية فقط لما يكون completed. وش نسوي نحن بعملية completed؟ انا اريد ارسل event او ان اعمل تغيير لهذا الشكل، يعني احول الاتريبيوت الى من completed false الى completed true، هذا الغرض معينه. فلو تم التغيير اوتوماتيكيا راح اضيف ستايل معين، وهو يسمى الستايل اللي ضفته تحت في التاسكس يسمى هما completed. راح اضيف التاسك اذا كان ضغط على هذا الكومبليتد، هنا ضغط على الكومبليتد راح يتغير معي طبعا هنا. فأول خطوة نذهب نعمل نفس الطريقة، نعمل method في tasks نسميها complete task، ونرسل له اسم tasks، ونرسل event إلى طبعا يرسل إلى المين في حاجة اسمها إرسال البيانات أو events الأحداث من child إلى parent. وراح نعمل هذه الخطوة الآن، نذهب إلى اللي هي هذه الكلاس، راح نعمل add، ممكن اعمل add click يساوي، ممكن اعمل طبعا هو prevent ايضا اذا كان عبارة عن attribute مثل a، يعمل prevent لانه ما يروح للصفحة الرئيسية submit مثلا على سبيل المثال، ما يروح الى submit، ممكن اعمل prevent. واسمي طبعا الميثود complete task، اكمل التاسك وراح ارسل له طبعا التاسك. التاسك موجود معي كفاريبل هنا، لو نلاحظ موجود معي في داخل اللوب، راح ارسل طبعا هنا completed task. الان ما موجود عندي هذا الفانكشن، راح ابنيها بنفس الطريقة. هنا راح اعمل methods داخل هذا الاوبجكت داخل الفيو، راح يكون عبارة عن tasks، ياخذ التاسك اوكي، ونفتح طبعا هنا ممكن اكتب هنا this dot emit، هو الemit اللي استخدم لارسال بيانات او الايفنت emit، ويرسل اسم الايمت راح يكون complete task event عشان يكون واضح الاسم event، ونرسل له طبعا هو التاسك كمعلومات. الان يقوم ارسال event، نتاكد هل فعلا يشتغل بهذه الطريقه او لا. راح نذهب الى الملف، لما اعمل كليك معي حاليا خطا يطلع property complete task is not defined on the instance reference، كان في خطأ في السبيلينج. complete tasks، فالآن الواضح أنه يعني غير متعرف على complete tasks. لو نرجع إلى الاسم يكون صحيح، لكن نحن معنا خطأ أن عملنا methods داخل props، وهذا شيء خطأ طبعا. راح نمسح طبعا هذه methods، لازم تكون خارج props، راح تكون هنا، اعمل سيف، المفروض الان يشتغل معي. لما اعمل طبعا كليك ما في عندي خطا، لكن كيف انا اشوف الايفنتس؟ اروح على الفيو تولز، راح في نضغط على علامه الساعه ونشوف، او هذه العلامه عفوا اللي هي الفلتر ايفنتس، انا نشوف اذا الايفنت يعمل تريجر. شكله ما يشتغل مع الايفنت، لازم اتاكد ليش
لما اعمل كليك هنا من قبل الايفنتس ما اشوف الايفنتس هنا، بعد الايفنت ما يشتغل، فراح نشوف ليش ما يشتغل الايفنتس. عفوا هنا ما في علامات يساوي، فلما اعمل ريفرش اعمل كليك المفروض ايضا ريدنج البوست، لا ايوه الايفنتس موجود حاليا. لما هو الايفنت يعني رسل البيانات الى البيرنت اللي هو الايفنت، المعلومات طبعا موجوده هي عباره عن التاسك، رسل لي طبعا داخل اوبجكت عباره عن هذه الاشياء البيانات كامله. فالان الاوبجكت كامل ترسل الى البيرنت عن طريق طبعا الايفنت، وهذا الجميل في الفيو. ممكن ارسل طبعا مختلف على حسب طبعا اللي هو الكود، فهذا تم الارسال. الان هي عمليه كيف نعمل، طبعا اغير هذا الايفنت من فولز الى على سبيل المثال الى ترو. فالان استقبل هذا الايفنت عن طريق الاب، لازم استقبل طبعا الايفنت هنا عن طريق الاب داخل العنصر اللي انا استخدم فيه طبعا كل الفيوز او التاسكس هنا. فاول خطوه راح اكون استلم هذا الفيو، نكتب at اللي هو بيكون at event اللي هو الايفنت اللي هنستقبله طبعا من الفيو v on. ممكن نكتب v داش عفوا v on اسم، طبعا اسم التاسك بيكون complete task event، وراح افتح طبعا اللي هو complete task function اللي هي ما موجودة حاليا complete tasks. اوكي فانا وش اللي اتكلم هنا، مثلا في اون عندما ياتيني هذا الايفنت من التشايلد لازم اعمل طبعا افتح هذا الميثود. هذا الميثود غير موجودة حاليا، راح اضيفها تحت الميثودز هنا تحت add new tasks. راح اتكلم هنا طبعا استقبل، احنا تكلمنا انه راح يستقبل عفوا complete task. راح يستقبل tasks، وانا راح اغير التاسك من what this dot task dot completed عفوا completed يساوي عكس اللي هو هذا العلامة تعمل عكس this dot completed، يعني اذا كان true يعطيك فولز، اذا كان فولز يعطيك ترو. نتاكد فقط من الكود اللي عملته انا عشان ما يكون في اخطاء. ايوه صحيح، فيستقبل لي طبعا هنا الميثود، تستقبل هنا الايفنت، ثم اذهب الى الايفنت. دائما نميز بين الميثودز اللي موجوده في المين في البيرنت عن الميثود والفانكشنز اللي موجوده في التشايلد. وانا حاليا طبعا عملت كومبليت، راح نتاكد فقط بدون تغيير اي شيء في اللي هو اليو اي. الان امسح هذا اذا بيمتسح هنا معي، ايوه. فاول خطوه راح اعمل طبعا ارسل الايفنت، تم ارسال الايفنت هنا. الان نتاكد عن طريق الداتا هل تغير في الاب، نحن في الاب هذا، هل تغير هذا الاول هو جو تو شوب، هل صار ترو؟ المفروض انه يكون هذا الاول يكون كومبليت ويكون ترو، هنا الفانكشن تكون ترو إذا تم التغيير بطريقة صحيحة، لكن شكله هو يكون فولس حاليا. نروح على الثاني على سبيل المثال، نتأكد من التاسكس عفوا ثاني فولس، المفروض يكون الآن ترو. راح نتأكد إذا كان فانكشن تشتغل بطريقة صحيحة أو لا. فشكله في خطأ معين هنقمنا فيه في الكود. المفروض ان احنا نغير، غيرنا this، المفروض نغير tasks اللي جاي من البيانات. طبعا راح يكون this او task dot completed يكون عكس task dot completed، هنا يكون task عفوا، احنا جبنا البيانات عن طريق التاسك اصلا يعني ك variable. فلما refresh الان نمسح الايفنت، نرسل الايفنت، لاحظ المفروض هنا داخل المين tasks الان ترو، لو تلاحظ انها تغير معي، فمعناته العمليه تشتغل بطريقه صحيحه. الان فقط نغير الستايل اللي موجود هنا ان نخليه كومبليتد. كيف نستطيع ان نضع الستايل هنا لهذا الديف نخليه طبعا له كومبليتد،
ممكن نستخدم حاجة اللي اسمها اللي هو يعني يغير على حسب اللي هو ستايل، نغير الستايل على حسب، أو نضيف كلاس على حسب بيانات معينة موجودة عبارة عن true or false، وهذا يسمى ممكن يكون conditional أو يكون يعرف ب itinerary حتى موجود قريب. فراح نعمل طبعا الكلاس binding. لما نعمل bind الكلاس أو الattribute في HTML لازم نعمل له هو الكولمز. ممكن نكتب هنا الاسم الكلاس اللي هنضيفه التاسك، task dot completed إذا كان true يعني completed. راح نسأل سؤال مثل السؤال هنا is it completed ولا لا. إذا كان completed راح نضيف هذا الكلاس completed، وإذا كان non completed راح نضيف طبعا هذه اللي هي العلامة الفارغة. هذا الطريقة المفروض الآن إذا كان completed راح يعطيه task، يضيف task داخل هذا الدف completed، وإذا كان خطأ هذا العنصر راح يكون فاضي الكلاس. راح نجرب الآن. لو تلاحظ ان اول خطوة راح اعمل طبعا المفروض انه يكون كلهن ترو، راح اعمل هذا completed، راح تلاحظ انه تغير اللاين. لو رحنا على هذا الكود HTML نلاحظ هنا completed class completed، لكن لو انا ضغط عليه راح يكون class غير موجود او class فاضي. فاضيف هنا completed completed راح يضيف هنا التاسك، يعني يغير في HTML على حسب هذا العنصر اذا كان صحيح او غير صحيح. الآن بقى موضوع اللي هو الديليت بنفس الطريقة، عملية الديليت راح ناخذها بنفس الطريقة. لما أنا أضغط على الديليت راح يرسل لي طبعا بيانات إلى عن طريق الإيفنت إلى المين، لكن أنا أحتاج فقط الإندكس. وبعد ذلك نعمل بالجافا سكريبت اللي هي سلايس دوت سلايس، مثل ما عملنا دوت بوش لإدخال دوت سلايس للإخراج. فأول خطوة طبعا نذهب إلى اللي هو الفيو أو إلى التاسك هني اللي احنا نشتغل عليه. راح نكتب هنا هو أول خطوة راح نكتب add click dot prevent delete task task، هو عبارة عن function نرسله. طبعا انا احتاج فقط هنا هو الindex يعني الرقم. راح اقوم انشاء بهذا المثل داخل، طبعا انا داخل child حاليا. اول خطوة هنا نعمل function جديدة وعبارة عن index، نقوم بارسال index عن طريق الevent نفس الفلو اللي هو بيكون عبارة عن emit dot، راح يكون عبارة عن اسم، نعطي اسم مثلا delete task event ونرسل له هو الindex. هنا ما يكون معي طبعا dot، فهذا هو الايفنت اللي راح ارسله انا حاليا الى طبعا الى البيرنت. نذهب الى البيرنت بنفس الحركة اللي استخدمناها في استقبال الايفنت الاول للتكملة. راح نستقبل طبعا هو الديليت at او مكتب v on، لما استقبل هذا الايفنت راح يكون معاي طبعا اللي هو v incomplete اللي بيكون مش يساوي كولم. راح امسح طبعا هنا delete task method اللي هي موجودة ما غير موجودة حاليا في البيرنت، اقوم بانشائها طبعا مجددا. استقبل هنا الاندكس، ممكن نعمل طبعا هنا console.log عشان نجرب ان الايفنت يشتغل بطريقه صحيحه. delete task مثلا اللي هو index، فقط نجرب ان الايفنت يعني يصل ونطبع اللي هو الرقم الاندكس في الكونسول. فلو مسحت هنا راح يستقبل delete task 1 delete task 1، يعني الايفنت يشتغل بطريقه صحيحه ويصل هنا. الان فقط عملية الديليت راح يكون task او tasks ايوه dot slice this dot task عفوا this dot tasks dot slice يعني مسح طبعا الindex ونمسح واحد. يعني هذا الفانكشن تستخدم في جافا سكريبت تمسح من العنصر اللي تريده وعدد من بداية العنصر وكم كم عنصر، راح نحتاج عنصر واحد فقط. الآن مفروض أن لما أعمل ريفريش أعمل ديليت المفروض أنه يمسح إلا إذا كان في مشكلة في سبلايس عفوا سبلايس أيوه. لما أمسح الآن لو تلاحظ أن المسح تم، أيضا الكمبليت اشتغل بطريقة صحيحة. إضافة build server أيضا اشتغلت معي بطريقة صحيحة. بقى فقط عملية الانتر، انا اريد اعمل انتر هنا. لما اعمل انتر اريد اضيف للتاسك ايضا. ممكن نعمل طبعا في الانبوت
هنا في الانبوت ممكن نكتب add key، add key up اعتقد، add key up يساوي add new task اعتقد كذا، نجرب اذا اشتغل. اوبس لا مش key up، dot enter dot enter، نرفرش مثلا لين لين بي اتش بي، تلاحظوا حتى عن طريق الانتر الان يشتغل. فمعي تقريبا كملت الليست، عندي طبعا هو الكومبليشن، معي طبعا الديليت، معي ادينج نيو تاسك حتى عن طريق الانتر، وعن طريق طبعا الفيو، عن طريق اللي هو البتن. طبعا معي تعلمنا، طبعا في هذا الدرس تعلمنا اشياء كثيره عن طريق الفيو جي اي جي اس فيو جي اس. كسمري لهذا الدرس، طبعا احنا وش عملنا هنا؟ عملنا تخزين او تنصيب الفيو جي اس عن طريق سي دي ان، عملنا تنصيب عن طريق السي ال اي كوماند سي ال اي، عملنا عن طريق اليو اي بثلاث طرق. بنينا ابلكيشن معينه هي عباره عن بناء التاسكس هنا الموجوده عن طريق هو الاب فيو جي اس، استخدمنا الكومبوننتس، جبنا كل التاسك موجوده من الاب، ضفناها الى طبعا اللي هي التاسك كومبوننت، عملنا لوب لاظهار كل الكومبوننتس، تعاملنا الى خاصيه اخرى تسمى الايفنتس، ان ارسال الايفنتس من الكومبوننت الى البيرنت. تعلمنا طبعا هو الديليت اللي هو المسح، اضافه تاسك جديد. طبعا غطينا تقريبا معظم الاشياء المهمه في الجافا سكريبت، خصوصا ايضا هنا البيانات او المعلومات هي عباره عن طريق الداتا والكومبوننتس والبروبرتيز والميثودز. عملية الايفنتس ايضا هي العادية، هي اون كليك. معظم الاشياء غطيناها في هذا الدرس، ان شاء الله في درس قادم راح نحاول نعمل طبعا سيف لهذه البيانات في الداتابيز او في قاعدة البيانات اللي راح نستخدمه هو الباك اند لارافيل ان شاء الله. اذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تعمل اشتراك، واريد اعمل ايضا اريد اخذ رايكم في موضوع ان نعمل فيديو كبير بهذه الطريقة لبعض التكنولوجيز اللي موجودة في الانترنت، بدل ما يكون عبارة عن سيشنز، يعني ناخذ مشروع صغير ونعمله في فيديو واحد، أو الأفضل أن نقسمه إلى فيديوهات قصيرة. شكرا على المتابعة، ونلتقي إن شاء الله في درس آخر.